حياة مظلمة وبشعة لأبعد الحدود، وما حد يقدر يعيش اللي أنا عشته، ومستحيل أي إنسان عاقل يقدر يتحملها. أقدر أختصرها بأنها نقطة سوداء اللي تكون بنهاية كل سطر. السلام عليكم أصدقائي، وحياكم الله في فيديو جديد. إذا أول مرة تشوف، لا تنسى تضغط على زر الاشتراك حتى تكون واحد من أصدقائي، ولا تنسى تتابعنا على حسابنا الانستغرام، هناك أجاوب الكل. وكالعادة كل واحد يجهز مشروبه المفضل أو أكلته المفضلة إذا كان بعد الفطور، يعني إذا شفته وأنت صايم لا تجهز، عفا على صفحة وخلي نبلش. أنا اسمي عبد الله، عمري 22 سنة، من سكان الرياض بالمملكة العربية السعودية. بداية يومي كانت مثل أي يوم عادي، صحيت على صوت المنبه. قعدت من نومي وانتبهت على الساعة صارت بثمانية ونص، وهالشي معناته أنا تأخرت على دوامي. فركضت مباشرة على الحمام، غسلت وجهي وبدلت ملابس وطلعت، وركبت سيارتي وتوجهت لدوامي. وأخيرا وصلت للشركة، لكن وأنا أمشي بالممر سمعت صوت من وراي: على كيفك يابا، هسه تداوم؟ كل الموظفين إجوا من وقت إلا أنت. فالتفتت علي وأنا منزل راسي وقلت تعال على مكتبي. فدخلت وياه للمكتب وحط رجلي على المكتب وبدا يحكي وياي: بالله قل لي ليش تاخرت؟ فقلت له: والله هاي اخر مره، وبعد ما عيدها لان البارحه كنت سهران ويا اصدقائي. فقال لي: هاي اخر مره لك، لان مرت الثانيه اذا عدتها راح افصلك. قال لي: يلا روح بسرعه لمكتبك وشوف شغلك. وبالفعل رحت لمكتبي لحد ما انتهى الدوام مالتي. فاتصل علي صديق عبد اللطيف، فقال لي: خلينا نجتمع اليوم ويا الشباب بالاستراحه او الجلسه، واحنا نسميها الديوانيه. فقلت له تم، وطلعت واخذت سيارتي ورحت على صديق عبد الرحمن حتى اخذه وياي واوصله لين ما عنده سياره. ولما وصلت لعبد الرحمن قال لي: عندي بس كم شغله اخلصن واني اجي وراك. فرحت للبيت هناك، غيرت ملابسي وارتاحت، بعدها توجهت المكان الاستراحه واتصلت على صديقي ايمن همات حتى امر للبيت واخذه وياي. وبالفعل وصلنا للاستراحه وقعدنا نسولف ونضحك، ولكن بعد مرور ساعتين دخل علينا صديق عبد الرحمن اللي قال لي: اخلص شغلي واجي وراكم، وكان شايل بيده لابتوب. فسالته انا بسخريه، قلت له: شنو هنا عندنا جامعه؟ فقال لي: لا تضحك، عندي شيء راح يعجبكم هواي. فقعد نصنا واجتمعنا عليه حتى نشوف شنو الشيء هذا اللي راح يعجبنا واللي موجود وياه باللابتوب مالته. فطلع اللابتوب وخلاه قدامنا وطلع من الجنطه فلاش وركبه وبدا يدور بين الملفات اللي موجوده بهذا الفلاش. فاني قلت له: يا بدي خلصنا يا مو هسه اذيتنا، شيء عاجبكم وشيء عاجبكم واللي هسه انت ماكو. فقال لي: خليك ساكت وانتظر، اكيد راح يعجبكم هذا الشيء وراح يصدمكم. واخيرا عبد الرحمن لقى الملف اللي ضيعه واللي كان يدور عليه كل هالوقت، فدخل على هذا الملف وطلعت له بالصفحه الرئيسيه موقع الدارك ويب. ولكن اول ما دخل على هذا الموقع اجا اتصال وبسرعة انسد. فقال له عبد اللطيف: منو هذا اللي اتصل عليك؟ قال له: والله ما ادري، يمكن غلطان، لاني اول ما فتحت الخط بس قلت الو هو سده. وبعد مرور ربع ساعة من البحث عبد اللطيف قال: انا تعبان ونعسان فراح اروح للبيت. فقلنا له: الله وياك، وبقينا بس انا وعبد الرحمن وايمن. هنا عبد الرحمن تكلم وقال: منو سامع بيكم عن الدارك ويب؟ فتكلمت انا وقلت له: احنا سامعين عنه هواي اشياء بس ما حد يقدر يدخل له. فضحك عبد الرحمن مباشرة وقال: انت ما تعرف اي شيء، تعال خليني اشوفك. واول ما اجت على شاشة اللابتوب توسعت عيونه لما شاف الفيديو، لدرجة ان عيونه بعد شوي وتطلع من مكانها من الصدمة. فانا هنا قلت له: شلون سويت هالشي وشلون دخلت؟ فقال لي عبد الرحمن: تريد اعلمك؟ وبالفعل ارسل لي هذا الملف على اللابتوب مالتي وقال لي: لما تدخله راح يطلع لك الموقع. فقلت له: شكرا. وبقيت ابوع على هاي المقاطع لمدة 7 ساعات. بعدها عبد الرحمن قال: انا راح اروح للبيت بعد. قلت له: تمام، انا همات رايح للبيت. لما طلعت من الاستراحة وصلت ايمن البيت وراها رجعت للبيت، واول ما دخلت فتحت اللابتوب ودخلت على هذا الملف. والصدمة أول ما دخلت إجاني اتصال من رقم مجهول، فرديت عليه وقلت: منو؟ فقال: AOC7، وسد الخط مباشرة. من الصدمة اللي إجتني بوقتها صرت بصعوبة أتنفس. بعدها فكرت وقلت: خلي أكتب هاي الحروف بالبحث مال الموقع. وبالفعل كتبتها بالموقع وطلع لي فيديو واحد، ودخلت على هذا الفيديو. لما شغلته شفت كان أكو رجلين بالفيديو، واحد قاعد على كرسي وشادين عيونه وواحد واقف بصفه، وهذا القاعد كانت مبين عليه آثار التعذيب. وفجأة الرجل اللي واقف بصف هذا اتكلم وقال: عبد الله انت بين ايدينا. أنا هنا حرفيا انصدمت، ومن شدة الصدمة أغمي علي، يعني فقدت وعي، وما صحيت إلا وأنا بالمستشفى وكان جسمي كله متكسر وتعبان. فقلت بصوت عالي ومتعب: أنا وين وش جابني هنا؟ وبعد مدة من الصياح دخل علي الدكتور وقال: الحمد لله على سلامتك، أنت فقدت وعيك بالبيت وأنت حاليا بالمستشفى. وقال لي: بعد دقائق راح تطلع من المستشفى. وبالفعل مرت دقائق بسيطة وطلعوني من المستشفى، وأنا كنت بوقتها كلش تعبان. وأول ما طلعت لقيت أبوي مستقبلني بباب المستشفى وأخذني
وصلني لبيتي. وأول ما وصلت للبيت مباشرة رحت على فراشي ونمت وما قعدت إلا الساعة بالوحدة بالليل. ما كنت مستوعب شنو اللي صار للبارحة، وفجأة تذكرت اللي صار فتجمدت أطرافي وقلت لازم أشوف. فقمت مباشرة فتحت اللابتوب وأنا خايف ودخلت على الموقع ودخلت على الفيديو اللي شفته البارحة. ومن خلصت الفيديو من خلصت مشاهدته مباشرة إجاني اتصال، وأول ما فتحت الخط وأنا متردد قال X9N8. فأخذت هذا الرمز مباشرة وكتبته بالبحث وبحثت، ونفس اللي شفته بالفيديو الأول، رجل واقف قدام الكاميرا ورجل على كرسي ومغطين عيونه. فتكلم الرجل اللي واقف وقال الحمد لله على سلامتك عبد الله. أنا هنا حرفيا الخوف صار يقرأ عندي ألف. سديت اللابتوب وانطرحت على السرير مالتي وغمضت عيوني وما صحيت إلا ثاني يوم. اللي صحاني هو اتصال من رئيس الشركة، خابرني وقال لي أنت مفصول، تعال وقع على ورقة فصلك من العمل. وقبل ما أتكلم وحاكي مباشرة سد الخط. قمت بتثاقل وتعب وإرهاق وأنا مصدوم، ركبت سيارتي ورحت للشركة. دخلت الغرفة المدير أخذت الورقة وقعت عليها وطلعت. وأنا بالسيارة قلت بيني وبين نفسي خلي شوية أغير جو وأروح عن نفسي بهذا اليوم المشؤوم. فاتصلت على عبد اللطيف وقلت له خلي نروح للاستراحة اليوم، ماكو واحد منكم يروح. فقال لي عبد اللطيف عبد الرحمن سابقك هناك من ساعتين، يعني صار له ساعتين هناك، وانا اذا خلصت شغلي اجي وراكم. فقلت له جيبوا ياك ايمن، قال تمام، وسديت الخط وتوجهت للاستراحه. واول ما وصلت شفت عبد الرحمن لازم تليفونه وده يلعب بيه، فاول ما شافني قام لي وسلم علي وتحمد لي بالسلامه. بعدها اجى عبد اللطيف ويا ايمن. هنا عبد الرحمن قال لي تكلم، شنو السالفه؟ ليش دخلت للمستشفى؟ شنو سبب دخولك؟ فتكلمت وحكيت لهم القصه كامله لحد ما انفصلت. فهنا عبد اللطيف تكلم وقال يا اخي ليش ما بلغت الشرطه؟ فقلت له باكر ان شاء الله راح اروح وابلغ. هنا عبد اللطيف من سمع كلامي قال تمام انا هسه راح اروح اخذ عشاء. وقعدنا نسولف انا وعبد الرحمن وايمن بيناتنا لحد ما اجى العشاء اخيرا. تعشينا وخلصنا، بعدها قلت لهم شباب اليوم راح نسهر، من يريد يبقى ويانا؟ فايمن قال انا راح ابقى سهران وياك. هنا عبد اللطيف التفت علي وقال يا عيني صرت اثنيناتكم عاطلين على العمل والسهرون براحتكم، احنا ناس عندنا شغل. فعبد اللطيف هو عبد الرحمن خلوا وراحوا وسلموا علينا، وبقينا قاعدين انا وايمن نسولف لحد ما نمت واني ما ادري بروحي. فقعدت الصبح ورحت للبيت وكذلك وصلت وياي ايمن لبيته. اول ما وصلت لبيتي اجى ببالي ادخل على الموقع حتى اشوف شنو السالفه، ومباشره اول ما فتحته اجاني اتصال. فتحته وقال 10:15. هنا انا بصراحه حسيت بضيق بنفسي بس تشجعت وقلت خلي ابحث عنه، وبالفعل طلع لي فيديو واحد. ولكن لما دخلته هنا كانت صدمه حياتي، لما شغلته شفت نفسي قاعد على الكرسي وكانت عيوني مشددة وواضح ان بوقتها نايم بس قاعد على الكرسي، يعني خلينا نقول اشبه بهاي الوضعية اللي هيك. وفجأة تكلم الرجال وقال عبد الله مكانك هنا اذا ما نفذت كلامي. انا استسلمت لا اراديا لاني عرفت اذا ما نفذت كلامه راح يقتلني وما حد يعرف، مثل ما جابني وخلاني على هذا الكرسي وما حد يدري اصلا. فقال لي اول طلب ما تتكلم وتذكر هذا الموقع لاي احد، واذا تكلمت تعرف مصيرك. طلب الثاني باكر بالليل اشوف جثه ايمن بمزرعه جدك، واذا ما شفتها تكون جثتك مكانها. انا هنا صعقت من سمعت كلامه، معقوله اني صديق ايمن المقرب راح اقتله؟ لا لا مستحيل، ايمن اقرب الناس الي، مستحيل اسوي هذا الشيء. باليوم الثاني لما قعدت من النوم قعدت وانا افكر شلون راح احل مساله ايمن. انتظرت لحد ما صار الليل، بعدها دقيت على اصدقائي حتى نروح للاستراحه وركبت سيارتي ورحت لايمن. وانا بالطريق افكر بيني وبين نفسي شنو راح اسوي لان روحي عزيزه علي وما اريد اموت. فاول ما وصلت لايمن صعدت وياي قلت له ابويا دق علي يريد مني شغله بمزرعه جدي، خلي نروح لهناك نخلص الشغله وراها نروح للاستراحه. فقال لي ايمن تمام ولا يكون خاطرك الا طيب. وبعد دقائق وصلنا للمزرعه وكان بوقتها الظلام حالك وماكو قمر. فقلت له انزل من السياره وساعد، وبالفعل نزل وياي. وأول ما نزل لزمته وطعنته، طعنته ببطن عدة طعنات لحد ما مات بيدي وأنا أبكي عليه. بعدها عفته بالقاع ورحت للاستراحة. وأول ما وصلت للاستراحة ودخلت عبد الرحمن لاحظ أنه كان وجهي أبيض على أصفر ومبين عندي شيء. فقال لي شبيك شكو؟ قلت له لا ماكو شيء. فقال لي لا 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 هذا حكي يفيدك، واضح أنك صاير لك شيء، احكي شكو. قلت له ماكو شيء بس شوية صداع خفيف وشوية ألم ببطني. فقلت له وين بقية الشباب؟ قال ما أدري. قال تريد أخذك هسه للمستشفى؟ فقلت له لا لا أنا أروح للبيت شوية أنام وبعدها أجي. فطلعت من عبد الرحمن ورحت للبيت، وأول ما دخلت نمت من التعب ومن الجريمة اللي ارتكبتها واللي ورطت نفسي بيها، وحاولت أنام غصب حتى أتناسى الموضوع أو أتغافل عنه. وما صحيت إلا اليوم الثاني لما دخل علي أبوي وقال عبد الله يقعد صديقك أيمن اختفى.